لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. أظلت مجددا عروس العراق حنين متجحة بالأسود لوداع والدها الذي قضى متأثر بجراح أصيب بها حين اشتعلت نيران مسعورة في عرس ابنته بمدينة الحمدانية بمحافظة نينوي شمال العراق الأسبوع الماضي. وظهرت الفتاة البالغة من العمر 18 عام منهارة لا تكاد تقوى على الوقوف سائرا وراءه نعش أبيها الذي التحق بأمها وشقيقاه. كما راحت الفتاة التي كانت من المفترض أن تكون الآن في شهر العسل تصرخ غير واعية يا رب. ولفتت قناة العربية الإخبارية إلى أن الوالد أمضى الأيام المنصرمة في المستشفى جراء إصابة ابنته العروس العراقية بعد إصابته في الحريق، إلى أنه لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم الثلاثاء. وأتت تلك المشاهد المؤثرة بالتزامن مع إعلان دائرة صحة نينوي ارتفاع عدد ضحايا فاجعة الحمدانية إلى 119 شخص توفي في الحريق، حيث ظهرت عروس الحمدانية تودع أباها بالصراخ وتكاد أن يغمى عليها في العزاء ولا تستطيع الوقوف على رجليها. اللهم ارحم كل من توفي يا رب في هذا الحريق، وارحم والد العروس ووالدتها وشقيقها.